السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ قسم الاضاءه اش كتعاودوا بخير؟ اموركم كلها بخير؟ مهم غبرت عليكم كل مره كنبان كنقول لكم غبرت عليكم، ولكن من بعد غنهضروا في هذا الموضوع. علاش كنغبر صراحه؟ لانه كاينين بزاف ديال المواضيع. مهم علاش غبرت هذه المره صراحه؟ كنا مرض، محمد مرض، ضربوا البرد، المهم جا بحال داك شي التهاب نيت، وبعد منه تعادى منه محمود، وبعد منه دابا انا، يعني انا والبارح اليوم عاد شد فيا مزيان مزيان، يعني قبل العيد. اول حاجه مبروك عواشركم، كل عام نتوما بخير، عيدكم مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا بخير، نتمنى تكونوا عفوا فرحانين مع العيد، عندكم الاجواء ديال العيد يعني ماشي بحالنا. شريتوا شي عيد ولا لا؟ خلي لي في التعليق قولي لي واش شريتو. كل وحده تقول لنا بشحال شريت، خلينا نتصدموا من الاسعار صراحه. هذا العام كيقول لك غالي، الله يحسن العوان اللي ما عندوش، الله يحسن العوان المسكين، الله يحسن العوان المسكين في كل شيء صراحه، ماشي غير في العيد، يعني في كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، الله يحسن العوان المسكين. وهذا الشيء اللي كاين البنات، والله الله يوسع رزقكم يا ربي، والله يعاونكم، اللي عنده الوليدات الله يعاون عليهم. ثاني حاجه بغيت نقول لكم شكرا، شكرا للتعليق ديالكم على الفيديو اللي قبل، شكرا لكل شيء البنات اللي تواصلوا معايا، الاف ديال الرسائل تواصلوا معايا، بغاو يديروا كومود من عندي. والله العظيم كنت عارفه بحال هكذا، كنت يعني صيفطت سلعه اكثر للمغرب باش كل شيء يقدر ياخذ ويستفد من داك الشيء، لانه صراحه الموديلات ما نكذبش عليكم زوينين بزاف، والثوب والله العظيم ربي شاهد عليا راه كيحمق، يعني بسميتو ديال البنات اللي خداو من عندي جمله ولا خداو من عندي تقطعي، حماق عليهم. رجعوا تواصلوا معايا تاني باش ياخذوا، قلت لهم البنات راه للاسف راه واخا ناخذ لكم دابا راه ما غاديش. حمودي جيبو حمودي، قلت لباه دي حسن لي مشده، حسن لي فرصوا لي، حيد لي الشعر كله، حيدوا لي. اما قال لك توحشوك ماما، قال لك توحشوك حمودي، باقي شاد الرضاعه، قال لك توحشوك، دير لي بوصه، دير لي بوصه، دير خالاتي بوصه، دير خالاتي بوصه، دير خالاتي اول، دير خالاتي بوصه، دير ليهم حضن، دير ليهم عنيقه، دير ليهم عنيقه، دير ليهم عنيقه، كيحشم قال لك هو راه القبيحات. فقلت لكم يعني بشهاده ديال البنات اللي خداو من عندي، رجعوا باش زعما كاينه هذوك، يعني دوك الناس اللي كيباعوا جمله وداك الشيء رجعوا باش ياخذوا من عندي ثاني، قلت لهم راه ما كاينش دابا للاسف، مصاري هنا في العيد كتسد، كتخرج غير دوك الاوردرات اللي عندها وكتسد صافي، وما كت يعني ما تقدريش غير باش تاخذي، واخا تجيبي وتاخذي ما عادش تقدري انك تشحني، ما يقدش الوقت. فلهذا ان شاء الله من ورا العيد غدا نبدا ناخذ الكوموند ديالكم، بزاف ديال الناس، بزاف ديال التعاليق، بزاف ديال الحب في في الواتساب، الله يكبر بكم صراحه. الرسائل ديالكم تتفرحني، تتفوج عليا، كاين اللي تيواسيني، كاين اللي تيعزيني، كاين اللي يعني اللي تيبارك ليا في محمود، يعني بزاف ديال عجب، بزاف ديال داك الرسائل، وحق الله العظيم الحمد لله، نقول الحمد لله على المحبه ديال الناس، الله يخليكم سند وظهر ليا، داكشي علاش انا مازال في اليوتيوب. اما شحال هذه في اليوتيوب، باي باي، هذا هو الربح ديالي الوحيد، ديما تنقولها لكم، هذا هو الربح ديالي الوحيد في اليوتيوب، ما كاينش شي ربح اخر فيه بكل صراحه، كما قلت لكم ديك المره ماما غسله. فان شاء الله من وراء العيد ان شاء الله غادي، المهم بنات راه بعثوا لي داكشي اللي بغاو، ارجع ان شاء الله نتواصل معكم، غير يفتحوا المصانع ونرجع ان شاء الله نتواصل معكم وناخذ لي كوموند ديالكم ماما. المهم كما قلت لكم البنات ان شاء الله من وراء العيد غادي تكون، غيكونوا هذوك الموديلات نفسهم اللي شفتوا، غادي نجيب منهم ان شاء الله، يعني اي وحده بغات من غير البنات، غير يعني مئات ديال البنات وصلوا معايا تبارك الله عليهم، اي وحده بغات موديلات تبعت لي مرة ان شاء الله، راه غادي غادي يكون ان شاء الله، غادي نحجز لكم البنات ديال الجمله. مرحبا بكم في اي وقت، راه الاسمنه يعني مزيانه واسمنه رخيصه، الله ييسر لكم، الله يوسع رزقكم. اي وحده بغات تبدا كما كتقول دائما نوره، اي وحده بغات تبدا، اي وحده تنوض تخدم على راسها، واخا غير بالقليل، بداي غير بشويه، بداي غير ب 20000 ريال، غير 30000 ريال، بداي وخدمي ما يعني خدمي على راسك وخدمي على وليداتك، خصوصا بزاف ديال البنات تواصلوا معايا،
المطلقات او الزوج ديالها ميت او لا كيقول لي بغينا نديرو بغينا نديرو البنات يخدموا غير بشويه بشويه. راه هادشي راه ماشي غير غنينا، راه ماشي غير يغنيك انما غيسد عليك واحد الابواب، يعني يسد عليك واحد الباب كما كنقولوا. نعم وزقا ماما يسد عليك واحد الباب يعني من الابواب ديال الحياه يعني غادي ينفعك. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم ان شاء الله بغيت نهضر معكم واحد الموضوع صراحه اللي عرفتو يعني ماشي شي حاجه كتقولي شي حاجه يعني سمحوا لي فهاد كنقول لك شي حاجه كتشوف شحال كتقولي يا اخي ماشي شي حاجه يا اخي خلي شي حاجه يا وحق الله العظيم ولكن خليه فيديو بوحدو ان شاء الله. يلا صافي. المهم غير بغيت نطمنكم عليا، بغيت نقول لكم على بخصوص هاد البيع يعني هاد الكومودات. حاجه ثاني البنات بزاف كيسولوني على الاسمنه. بالنسبه للاسمنه البنات رانا دايرها لكم تحت الصور في الانستغرام وفي الفيسبوك، راه غتلقاوهم فوق الصور. راه غنخلي لكم الرابط ديال الانستغرام ديال الفيسبوك ديال البيع، غادي تلقاوهم تما، غتلقاو الاسمنه. طبيعه الحال يعني فيهم تفاصيل، فيه النوعيه ديال الثوب. اغلب الموديلات اللي عندي راه قطن 100%. فيهم نوع ديال الثوب، فيه المقاسات. بالنسبه للمقاسات راه كتكون مقاسات من يعني من ميديوم حتى 3 اكس لارج، يعني راه كبار، لانه هنا تبارك الله ما شاء الله عليهم كيديروا بحساب يعني بسبب انه يعني هنايا كاينين ان شاء الله تيكونوا شويه هكذا عندهم وزن، فكيديروا دائما بحساب انه الناس اللي كتلبس داكشي كبير فكيكونوا عراض. والطول اما بالنسبه للطول راه الطول طوال، انا عرفت ان راه انا تبارك الله طويله ولكن انا ملي كنلبسهم عرفت تيجيو طوال، انتم تقدروا كاع تقسموا تنقصوا منهم. هادشي اللي كاين البنات. صافي غنخليكم الرابط ديال الانستغرام ديال الفيسبوك، ومهم دخلوا وشوفوا داك الموديلات اللي عجبوكم، داكشي تواصلوا معايا في الواتساب ديال يعني ديال الخدمه. المهم هادشي اللي كاين يلا غير المهم غير بغيت ما نغيبش عليكم ان شاء الله. المهم هنا البنات كما كتشوفوا هذه كانت السلعه ديال يعني ديال الناس اللي كانوا طالبينها مني. المهم هكذا كتقاد يعني كتحل كتقاد يعني كيكون في بعض الاحيان خيوطه كتكون فاتحه حاجه كتشوفوا شي هذيك ولا ماشي هذيك. غير بغيت نوريكم ان نفس اللي في الصور نفس اللي كيجيك في الواقع كيجيك هو هذاك، ماشي مثلا الرسمه مختلفه والثوب مختلف والشكل مختلف، بالعكس كيجيك نفسه. فما شاء الله عليهم صراحه، يعني بزاف ديال البنات شهادة ديال البنات يعني كيشكروا في الرسمه كيشكروا في التواب كيشكروا خصوصا هالصفرين البنات عرفتوا هادو طاروا بهم ما بقاوش نهائيا. ولكن الحمد لله رجعوهم راه جابوهم دابا في المصنع، فالبنات اللي كانوا باغينهم يتواصلوا معايا ان شاء الله راك فيهم كلشي الالوان. هذه هي السلعه ديال البنات ان شاء الله. كما قلت لكم بعد العيد غادي تلقاوها عندي موجوده كلها، فخلوا لي فقط الصور، خلوا لي يعني التفاصيل وداكشي باش ان شاء الله نحجز لكم نيشان. ثمني كتوصل المغرب ها هي هنايا، فاش وصلت المغرب بسلام كتقادها امال كترجع كتشيك عليها كتقادها في البلاستيكات كتصاوبها. فبصحه البنات كلشي اللي خدوا من عندي، شكرا لكم، شكرا للثقه ديالكم، شكرا للكلمات الزوينين ديالكم، شكرا للمساجات ديالكم. الله يحشمنا يا ربي دائما معكم، دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. صافي وهادشي اللي كاين. المهم غندا معكم فيديو على بركه الله، نوريكم شنو وجدت في الفطور وشنو وجدنا في الغداء وحنا مع بعضياتنا ان شاء الله. المهم بنات بالنسبه لهذا نقدروا نسميوه بريوش عائلي او لا قرص عائلي او لا بريوش بحجم كبير. المهم هو بحال كيجي بحال بحال القرص ولكن كيجي سائل، كنديروه في هذه الصينيه هذه السمك ديالها او يعني الحجم ديالها تقريبا واحد 25 26 بحال هكا 24 يعني في السميتو ديالها، ما يكونش اكبر من هكذا لانه الكميه اللي عندنا يلا تقد هذه. المهم بالنسبه لهاد المقادير ديال هاد البريوش، عندنا فانيليا ديال انا درت فانيليا ديال الزهر، نتوما تقدروا ديروا قشور ديال الليمون قشور ديال الحامض، المهم باش اللي بغيتوا تنسموا به. عندنا هنا عندي هنا نافع وجلجلان غير شويه واحد تقريبا معلقه كبيره بيناتهم. عندي هنا رشه ديال الملحه، 7 غرام ديال البيكنج باودر او واحد جوج معالق صغار ديال خميره الحلويات، وعندي هنا بيضه ومعها ابيض بيض ديال هاد البيضه هذه اللي غنزينوا بها، يعني بيضه وابيض ديال البيض ديالها. عندي هنا نص كاس ديال السكر نص كاس ديال الحليب ونص كاس لا نص
كاس السكر وكاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب دافي ونص كاس ديال الزيت. انا نسيت ما قلت لكم على عندي هنا طفال ليا الفلاش، عندي هنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. المهم هاد المقادير كلهم انا دابا نكتبهم لكم ان شاء الله. عندي خميره الخبز وعندي خميره ديال البيكين باودر. المهم هادشي غادي نكتبهم لكم ما تنشارجيتي لي. صافي هادشي اللي كاين في المقادير، طريقه سهله جدا وحق الله ما فيها لا تعب ولا خلط ولا حتى شي حاجه. بالنسبه لطريقه التزيين، عندي هنا هذاك الصفر ديال هاد البيض اللي حطينا ليها، ها هو الصفر ديالها ما غنلوحوش، غنخليوه ندهنوا به، غنزيدوا عليه شويه الخل وغندهنوا به وغنزينوها بهاد الجلجلان. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للدقيق راه هو عندي 250 غرام ديال الدقيق، يعني واحد جوج كيسان ونص تقريبا، جوج كيسان ونص. صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه لهذه كندهنوها بالزبده وكنديروها بشويه ديال الدقيق، كنرشو عليها شويه ديال الدقيق. نوريكم الطريقه ديالها. المهم بنات بالنسبه للطريقه ديالها هي ساهله كما قلت لكم، كديروا المكونات ديالكم، كديروا السكر كضربوه مع البيض واحد شويه صافي، ومن بعد كديروا الزيت ديروا الحليب ديروا يعني المكونات ديالكم كلها صافي، ومن بعد كديروا الطحين ديالكم تقريبا واحد 250 غرام، يعني تقريبا واحد جوج كيسان ديال عنبه ونص بحال هكاك، لانه كل كاس كياخذ 100 غرام صافي. وكتخلطوها يعني كتخلطوها غير بديك غير بهكذا غير بايديكم ولا بشي معلقه ولا سميتو، تتكون عندكم ديك هذا هو الخليط كما كيكون عندكم شويه واحد شويه ثقيل، كتكون عندكم صينيه مدهونه بالزبده والطحين صافي، وكتحطوه فيها وكتقادو شويه هكذا، غير كتحاولوا ان تخليوها يعني مستويه نفس المقاس بديك العواشقه، كتقادو هكذا يا صافي، وكتغطيوه بواحد البلاستيك كتخليوه يخمر. المهم راه ما كيخمرش بزاف، كتخليوه غير يخمر غير واحد شويه، واحد ربع ساعة بحال هكا، دابا راه الجو سخون. ومن بعد كدهنوا بداك اصفر بيضاء اللي خليناه. بالنسبة للدهين ما كدهنوش يعني تا كيخمر، كدهنوه يا اما في الاول يعني فاش قبل ما تخليه يخمر، يا اما هكذا ملي كيبدا يخمر غير واحد شوية يعني تفوت واحد 10 دقائق صافي وكدهنوه. علاش؟ باش ملي لانه ملي كيخمر كتجيو نتوما كدهنوه بحال كتور كتبداو كتوركوا عليه وكيهبط لينا، فهمتوا؟ كيهبط لينا ديك يعني ديك الخميره اللي خمرها ولا ديك العلول اللي علاه صافي. كنزينو من الفوق شويه ديال السمسم. عرفتوا الريحه يا البنات؟ ما نقولش لكم على الريحه. الله الله الله، بغيتها امتى تسالي نعمر واحد برات اتاي. المهم هنا البنات بعد ما كيخرج من الفران، شوف الشكل ديالو كي كيجي، عرفتوا راه كيجي غزال وكيجي رطب ويجي محمر. انا واخا خسر ليا الفران صراحه من الفوق شحال هادي، ما عرفتش شنو المشكله اللي فيه، ولكن عرفتوا راه بقيت ضاربه مع واحد شويه تتحمر ليا. نتوما اكيد غادي يعني عندكم فران مزيان راه غيتحمر لكم احسن من هكذايا، ف انا نقطع لكم واحد شويه هكذا باش تشوفوه. درته مع برير ديال اتاي مع الفرماج مع المربى مع الفراوله والمشمش، هو راه يتكال غير هكذايا، ما يحتاجش لا بغيتي ديروا فوق منه شويه ديال العسل ديروها، ما كيتكال غير هكذا. عرفتوا بداك النافع بداك داك الجزله اللي درنا زوين زوين، وكيقلب عرفتوا كيقلب ريحه الدار كلها بريحه القرص. فالمهم كنتمنى تجربوه، نتمنى تخلوا لي التعليق ديالكم. صافي المهم كان هذا هو فطورنا طبيعه الحال. المهم بنات رديت هنا واحد الطاجين، المهم بنات رديت هنا واحد الطويجين، ها هو بالدجاج. غادي ندير غير الدجاج وغندير عليه غندير خضيره، ندير هكذا قرعه البطاطا، عندي خيز وعندي جلبانه، انا كندير كلشي يعني كندير فيه كلشي، كيجي لذيذ البنات وكيجي كيجي زوين. كنت كندير بطاطا حلوه، ولكن دابا بطاطا حلوه ما عندي صراحه، ما عرفتش واش باقا في السوق ولا لا. المهم هادشي اللي كاين صافي. المهم راه شاركت معكم شحال من مره الطريقه ديالي ديال الطويجين، وعاد غدا نعجن. بالنسبه للعجينه ها هي البنات العجينه هنا كندير، شوفوا الطريقه هذه راه شاركت معكم، غدا نخليها لكم ان شاء الله في اول تعليق. ساهله ماهله، عرفتي الخبز كيجي مفشفش. هنا درت القمح، عندنا القمح اللي بالنخاله. بالنسبه للبنات اللي دائما كيسولوني راه غادي تلقاوه حدا دوك عرفتو داك المربى وداك السكر دايت وداك القا داك سميتو، المهم ديك الماكله ديال الناس دايت ديال السكر غادي تلقاوه تحت منه محطوط، لانه هذا يعتبر من الاشياء ديال الدايت. المهم هنا درت فيه شويه، درت القمح مثلا ديروا اللي بغيتو قد ما بغيتو كديروا. هذا فيه النخاله، النخاله رقيقه شتي راهي زوينه. كديروا شويه ديال السكر وكديروا الخميره ديال العجينه، انا درت واحد المعلقه كبيره
صافي هو كتخلطوه بالماء، تخلطوه بالماء كيجي جاري، كنخليه جاري وكنغطيه كنخليه كيخمر. ملي كيخمر صافي كنجمعوا بالدقيق الابيض، كتزيدوا الملحه ملي كيخمر كتزيدوا الملحه ونجمعوا بالدقيق الابيض صافي، تنقرصوا بالنخاله. اجي محمود هاي النخاله، كنقرصوا بالنخاله وكيكون عندي جاهز صافي، كنخليه يخمر وكندخلو. عرفتي راه كيجي زوين، كينجح ليكم. لانه بزاف ديال البنات قالوا لي راه ما كيجينا، كيجينا الخبز ديال هنايا يعني في مصر ما كيجينا زوين داكشي. هذه هي الطريقه ديالي من شحال هذه، وكنخزنو يعني كنخليه حتى كيبرد كنديروه في الفريكو ملي كتجبدوه بحال يلاه مطيبه. المهم غادي نخلطو ان شاء الله، نخلي لكم في اول تعليق الرابط ديال هذا بالتفصيل لو بغيتو تدخلوا تشوفوا.